عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله، تكونوا كاملين بخير وعلى خير في الصحه والسلامه والسنك سنك العاده كله تفجيجب. المهم اليوم غتشوفوا معايا دار جديده، الوان جديده. المهم ماشي في داري، عرفت البنات، من بعد 8 سنين باش تزوجت اول مره غنخرج مع شي بنت هنا في المدينه اللي ساكنه فيها. صراحه صافي تقنط وهذا، وانا صفت لها البارح قال لها نمشيو نخرجوا عافاك. هي كانت متابعه ديالي وتعرفنا، وان شاء الله يدوم التعارف ونبقاو اصدقاء. علاش لا؟ سبحان الله العظيم، جاب الله حدايا، سكنات حدايا، رحلات الحدايا. المهم قلت علاش لا نصور لكم فلوغ اليوم، فين غادي نمشيو؟ غادي تشوفوا معنا كلشي ان شاء الله. المهم باقي ما عرفتش شنو غادي نديرو، شنو غنديرو كنزه؟ المهم حنا في غنمشيو في ممشى الله، هادشي اللي كاين. عشيرا قبل ما ندير المقدمه ما تفضح، حيت اش ما مولفاش كنصور حدا شي حد. ايوا اختكم حشمانه، غتفرج كنت في هذا الفيديو غضحك. المهم خليكم معنا، يلا نمشيو. هذا وصلنا. المهم البنات حنا وصلنا للسونتر، الدنيا خاويه، بنيه شي مغربيات. غادي ندخلوا للصيانه، شحال هادي بينو بالمقازات. ملي دخلت للشيئين كاش كنزل المقازات. خليكم معنا نشوف واش كاين شي صولد. شنو؟ اولي اولي نسيت الماسك. بدينا بخير، شدي هكا. انا لا كنزة غتعيش حياة اليوتيوبر. هادشي اللي كيعجبني انا سامبل. شوفوا هاد اللبسه شحال زوينه، ما فيهاش الصول. فيه اختي كيورو السروال 40 والسروال. المهم كيبانش هنا مزيان، شوف ما كيبانش هنا في الكاميرا مزيان هاد الخدمه. واللي خارجين دابا في زارا، المهم غنشارك معكم شويه. صراحه هاد القميجه فن، واعره هادي، هادي مع هاد السروال كانت عندي تقريبا واحد لبسه بحال هكا زمان. زوينه، نشوف شحال كدير. 30 اورو السروال، 40 اورو، 40 50 70 اورو. نفس الخضر عاوتاني، ها نفس لي بوط اللي خديت عاوتاني في الشيئين. ها هما دوك، انا عندي بحال هذا الستيل غير من القدام اللي دايرين سامبل. هيا صاحبتي لابساهم. بحال هاد السيرة ديال هناني ولكن مشرف. عرفتي دايرين دوك الكبار، انا شي مخصني نجيبها نقيس ليها. زفتي زوينة السيرة، استنى كيف نداري. خديتو لها واحد المكازا في هنا، جينا ل اش ام. هضري زوين. انا عندي مشكله ديال الصبعان، ما نقدرش حتى ندير لهم العمليه. انا كلشي شيئين. ها لابسه الا سبر ديال، لا لابسه سبر ديال نايك والسروال شيئين، تريكو شيئين، حتى هي كلشي شيئين. ها حتى الصباط مونطو خطير. المهم هذا باقي ما شاركتش معكم.
البنات مهم راه في اش ام كنصول زوين البنيوتات الصغار. المهم غادي نصوركم غير بالزربه، راكم عارفين كنسربيو باش نجيبو في الوقت الوليدات. كينصول زوين، خديت لبنتي هاد التريك ونوريكم دابا نبارطاجي معكم في الدار. المهم كاينين حويجات صراحه، بيجامات داكشي سراول تريكوات. شوف هذا المهم البنات هانتوما تريكوات زوينين، راه خديتي تريكوات زوينين رخاص. كاينه اورو، كاينه وريني هذا، هذا اورو كيفاش تبدل لوليداتكم. جورج 90 جاكيطه 13، قلب لي كاع الثمن ديال هذاك المونطو 20. المهم المونطوات صراحة ما كيعجبونيش هكا، كيعجبني سامبل ما كيعجبنيش مزوق. المهم جبت كنزة لواحد البلاصة، أول مرة دخلت واقيلا هنايا. الناس اللي بغاو يتعلموا اللغة ديما كتسولوني كيفاش تعلمتي اللغة، كيفاش تعدي هنا فين تعلمنا اللغة، البيبليوتيك. دابا نطلعكم تشوفوا جبتكم واحد البلاصة اللي تعلمت فيها اللغة، ما كنتش عارفة بلي زعما راه تقدر ديريها هنايا. وفي نفس الوقت البنات اللي كيسولوني كيفاش تعلمتي وهذا، غنوريكم الذكريات ديالي ديال 2010 11 12. المهم زيدوا معايا، قلت لك اليوم غنديك شحال من بلاصه. هذه هي بيبليوتيك البنات، فيها بزاف د الحاجات. نورمالمون ما خصكيش تهضري بزاف هنايا حيت كتصدعي الناس اللي كيقراو. هنا كاينين الافلام، اللي بغيتي تعلمي الافلام الهولنديه كيكونوا هنايا. المهم هنا خاص بالافلام، افلام سيريات كلشي. انا نوريكم ليديز انغيديكت او بريك، غنديكم فين كاينه اللغه الا ما بدلوش. حيت انا راه شحال هادي ما بقيتش عاقله واش هنا ولا الفوق. المهم شوفوا كيحطوا لكم معلومات كلشي، وكل كل جهه كيحطوا لك فيها السميه. زعما بدل هنا خاص بالدول، هنا دابا راه كنصح لك انت هنا خاص بالدول كلشي. سام ليفينغ هنايا زعما كيفاش نعيشو زعما مع بعضياتنا، هي سام ليفينغ. شتو ميديا كولتور، اي كتاب اي كتاب بغيتي الفوق هو ديال اللغه. فيلوسوفي اي عادي، حنا راه الكتبه اللي كتعلمي اللغه، وملي كتبغي شي كتاب كتجدي ما تفوتي الشهر كترجعي. ملي كترجعي كتهزي واحد اخر، وملي كترجعي ماشي كتشد عند شي واحد، كترجعي واحد الماكينه كتدخلي صافي كتعرف كره رجعتي. ما عقلتش واش هنا البي سي. المهم كاين شحال من حاجه شوفوا هنا ولا الفوق. هنا ياكم هنا. دابا غنمشيو نبريميو شي حاجه، كاين حتى اللي ما عندوش الانترنيت في الدار، دوك الناس اللي يلاه كيجي وما عندوش الوراق السوريين داكشي كيجيو هنا للبي سي اللي بغاو الانترنيت. كنت انا كنجي هنا ندير فيسبوك والله. انا غنمشيو نبريميو كتجيو هنايا كيكون هنايا بي سي. المهم كتغسلي لاكارت ديالك هنا. شتي هاد بلاصتي كيعطيك هنا معلومات حيت ديجا مقري. There's not much to do. جينا الاكسيون البنات شوفوا عجبوني هذا فني واعرين صراحه، ستيل زوين حتى من الضير. اورو 99 بالنسبه اللي كيسولوني على هذا اللي عندي في الدار هو بحاله، غير العكس. انا عندي هنا بيض وهنا خشب، هذا اللي جابوا دابا العكس. انت خديتي بحال هذا واخا؟ المهم هما كيديروا 16.95 جابوهم كبار 24.95. غادي نشوف زوينين، ولكن انت عندك كلشي في البيض في الدار. وهذا خشب بغا يجي معاه على حسب الطبله. لا ماشي يجي يجي حبيت نبغي ندير داك الحيط اللي خاوي اللي قلتي تما. هادو هادوك صغار صغار في راسك تاع اللون زوين.
هذا عجبوني. انا شريت كل شيء ديال الماكسيم كل شيء زوين. لاحظت بحال هذيك العراضه راه كيجي زوينين. هذوك ما عارفين مرخين نوري لكم هنايا كات. هادو كانوا داك العام شحوهم وطلعوا جدد. هادو 10 عمر كبار كي ما عرفتش قدر يكونوا كيتسطاو. All I know, what I need, and that ain't changing. هنا جابوا هاد لونتيرن هادو عقلت عليهم كانوا داك العام. كاين هذا هاد زوينين صغار. لا شي حاجه طويله شيك. الكبير 96 وموين معروف. فاكر محطوطين هنا. هذه عندي بحالها تحت فاتاي. عندي في الخشب خديت كل شيء خشب. هانتوما هادو هما رجعوهم تاني كانوا جابوهم حي ورجعوهم. الشميعة زوينين 98 اي بنتي شويه في المرايه. هذا 98 هادو 6 يورو فيهم جوج شكيلات. المهم البنات غادي نخليكم مع الفيديو بلا ما نهضروا نخليكم مع الموسيقى. يلا سيروا تفرجوا. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. هادو كنت باغاهم بحال هكا حطيت وحطه في الضغيو داكشي صراحه زوينين.
89 سنتيم بقاو سامبل، ولكن هادو عاطيه العين حيت بغيت ناخذ الكيسان فهاد الستيل. عرفتوا عقلتوا على هادو؟ راه المهم راه ديما كاينين هذاك الستيل ديال زمان كنت كنعقلو بعدنا في المغرب. عجبني صراحه هكا سيرفيس فهمت يعني، المهم بهذا الشكل حطه في الطبله. المهم شوفوا هكا، هذه غير سوبا صغيره، ولكن عندكم شي سوب غارقه وداك الشيء انا كنستعمل هادو في الدار كيجي صراحه خطير. المهم انا جيت خديت احسن صابون عندي ديال الحوايج زوين هذا الزرق ديال البيض، هذا ديال الالوان ديال البيض انا كندير هذاك الصغير ديال اريال. هذا زوين ما كتحتاجيش ديري داك ديال الريحه فيه كلشي. كناخذ هادو البنات حتى هما عندي في الدار هادو. مهم نشوفوا تيد ما كنستعملوش حيت كيكشف ليا الحوايج. ديال البيض خذت ماما 50 اورو صراحه عجبني هذا، عجبوني هذا حتى هو فني سامبل. شحال 9 اورو طيب حتى كلهم شحال فيهم؟ هذا مترو لا هادو الصغار انا ديري فيها 2 متر على 2 متر و 20 ها هو بحال بحال درت التقشير في الوجه كيبان مطول. ما عمرت درت شي حاجه للوجه الصراحه. انا تعملت هذاك صراحه صاحبتي قالت لكم هذا راه زوين جرباتو، انا ما عمرني جربت ما نكذبش كنخاف زوينه راه نيشان زعما ديال الصح انتي باش تعرفي كيفاش هذا ديال الخرزه اللي ما كيعرفوش البنات زعما بصح هذا يكون زوين. جربته خلطته مع اللوز مع صاحبتي قالت لكم هاد الزيوته راه زوينين مخلطاهم. شنو هذا؟ جوجوبا. الا قريت البنات جينا باش نتغداو عاد شحال هادي مشيت لهاد البلاصه كاين غير حدايا ولكن ما كنجيش بوحدي. جيت نتغداو فواحد البلاصه مغربيه توحشنا بانيني ناخذ غير بانيني. عندهم كلشي عندهم كسو عندهم الطواجن علاش جينا حنا عند كلشي على هاواي. جيت الصراحه انا هذا كيعجبني عنده بانيني داك الشيء ما بغيتش حتى حاجه قلت لها هي خدات ميكس. المهم داك الشيء ديال المغرب حسوا براسنا في المغرب. خلينا خليكم حتى ناكلو. قلت لها توحي الصراحه نمشيو في الباص وداك الشيء ساعه قال لينا خذ الطوموبيل وبقى في الدار. ايوا دار لي خير خاطرها خلاته في الدار وخرجنا حنايا بوحدنا بالطوموبيل. بعدا مشينا شحال من بلاصه حيت كون مشينا بالطوبيس غنمشيو في الشوبينغ يعني السونتر صافي صدقنا مشينا شحال من بلاصه وتقدينا وكل شيء. المهم داز نهار زوين ان شاء الله نعاودوها مره اخرى ياك نزلو. دابا قربنا للدار دابا غنمشي نحطها وغنمشي ندير لها الطوموبيل حتى يجي راجل كيجي يجيبها من عندي انا حطوها غنمشي نضرب على رجليا. البنات المهم اختكم عاد ساليت عرفتي قلت مع راسي ما يمكنش انني نسد الفيديو بلا ما ندير معكم الخاتمه مقدمه ولا عاد الخاتمه. المهم حيتاش كنت قلت لكم غتهونسوني في الطريق صدقت صراحه جيت على رجلي كنت من عند كنزه لداري انايا. المهم كاينه شويه ديال المشيه وكنت حازه السيكان مع مشينا للجزائر وداك الشيء.
مهم صافي ما بقيتش قادره نصور يديا بجوج كانوا عامرين. المهم دخلت بالزربه للدار لقيت ولدي يلاه دخلوا ما باهم مشيت صوبت لهم الغداء ديالهم وداكشي ودابا عاد راسي مرتاح. عرفتي راه عيطت لعيط ولدي قال لي عرفتو كنت جالسه وجا ولدي برصتني يلاه مشيو عند ماما زعما عند ماما عند اما يلاه مشيو عند اما يلاه مشيو عند اما وانا اختكم عيانه صافي من الصباح فايقه من 7 الصباح وراكم شفتوا معنا كلشي. المهم خرجنا النهار كامل تقريبا راه ما جيت للدار حتى 3:30 صافي قلت ليها عيط ماما قلت لها ماما الدراري بغاو يجيو عندك نصيفطهم قلت لي صيفطيهم شويه انا عيطت لها ماما راه قال لي بغاو يباتوا واش يباتوا قلت لي صافي خليهم يباتوا قلت لي اصلا حتى خوك زعما خويا الصغير بغاو كيقلب عليهم باش يباتوا معاه صافي حتى انا لقيتها من الجينات والناس كم زيرو عمرت لهم ساكم بيجاما كلشي باي باي. عرفتي يلاه خرجوا ديريكتومون هزيت الكاميرا باش نقلت ما نعكش قبل حتى تكيت عارفه راسي غادي نعكس قلت غادي ندير لكم باش غير تشوفوا. المهم صراحه ما شريتش شي حاجه كثير راكم عارفين ديجا قلت لكم انا ملي بديت كناخذ من شيئين ما بقاش كنمشي للمكازا ولادي كناخذ ليهم من زارا ولا اش ام نيت ولكن كناخذ بزاف اونلاين ولا من زالاندو بحال صبرت داكشي زالاندو لونش البنات اللي كانوا معايا في انستغرام تيكونوا ديماخ يعني باتمنى مناسبه يعني قليل فاش كنمشي هكا للمكازا ولفت صراحه اونلاين. مهم ولكن صراحه ما ندمش لقيت اش ام شي حاجه زوينين انا غادي نشاركهم معكم. لقيت هاد التريكو هذا مثلا حيت اصلا شي ما خاصين هاد التريكوات صراحه هادو 5 اورو شفتوا خديت ليها واحد هكا فهاد اللون صراحه فنيونين هذا فراشات وهادي راه موزون يعني هاد الزواقه اللي فيها كاينه بالموزون وصراحه 5 اورو زوينه وهنا كيتبدل كيولي البيض كيولي صفر. ملي خديت هذا اول واحد والتوب ديالو مسخيخن خديت هاد الغوز فيشي هذا حتى هو خطير صراحه عجبني ها هو كيجي هكا في هاد اللعيبات من هنايا هذا كيدير 8 اورو تقول 9 اورو كان كيدير في الاول 15 اورو يعني ناقص تقريبا ناقص 6 اورو فوالا خديت هذا. من بعد خديت ليها هذا حتى هو اللي عجبني وسخيخن سيغتو هاد لاكولوغ ما عندهاش هكا كيجي فوق القميجه ولا فوق التيشيرت ولا شي حاجه وسيغتو في الربيع تيكون شويه ديال الريح دونك غادي تقدر تلبسو غير بوحدو بلا مونطو ممكن هذا بشحال هادو كانوا كيديروا البنات 18 اورو ودايرينهم 9 اورو يعني 50% شفتو دايرينهم 50% ومن بعد خديت هذا ديال الشعر الاولادي كاين هذا اول واحد كورلالا كاين الخوص اللي زعما خاص بالدراري الصغار كاين هذا مهم بجوج وانا كنستعملهم ليه هذا يا هذا كلهم بحال عندي كما قلت لكم كاين الطب لكم يعني كيعطيهم الزغبه كتكون رطبه واخا عندك الناس اللي عندهم شعر حرش وبوكلي فريمون كيعطيك واحد لابغيون زوينه. انا ولادي صراحه واخا الشعر ديالهم بوكلي ما كي ماشي داك الشعر ناشف فهمتوا ولكن كيقاد لهم لي بوكل زوينين كيجيو خطيرين. وهذا هذا تقدروا تستعملوه في اي وقت يعني يكون تكونوا عاد دوشتوا ولا كلشي يعني يكون شعركم ناشف ولا فاسك هذا حتى هو تقدروا ديروا نفس الحاجه مي الكريمه ديالو شويه غليظه دونك اش كندير البنات في هذا ديال لا ماركياري هذا ملي كيدوشوا يعني كيكون شعر فاسك كنديروا ليهم ديك الساعه يعني كنشرب الفوطه وتيكون الشعر شويه فاسك كنخلطوا باش بحال قلتوا ما كيبقى واخا كريمه غليظه مع داك الماء كترقق فهمتوا يعني ما كتبقاش كتبان لك غليظه كتلصق صافي كنصوبو لهم كيبقاو فاش كينشف الشعر كيبقى فريمون بوكلي طايح زوين وكيبقى شاد لك يعني ملي كديروه مورا الدوش كيبقى فريمون شاد لكم. المهم هادو غير بالنسبه للامهات اللي عندهم ولادهم كيرلي ولا حتى العيالات اللي فهمتي اللي عندهم شعر بوكلي فريمون زوينين سورتو العيالات كنصحكم بهذا ديال كورلالا ديجا بارطاج ديرو معكم شحال من خطره في الانستغرام. من بعد في كريد فات خديت هادو هاد الخويتمات هادو عندي بزاف هاد الخويتمات عندي بزاف في النقري ما كانش عندي الطوغي دونك خديت هادو غنوري لكم الستيل ديالهم سامبل خاصه صراحه انا ماشي النوع اللي كيلبس بزاف الخواتم ولكن المهم فوالا كانوا كيديروا 7 اورو دايرين لهم 2.50 هادو حتى هما نفس الشيء اللي كيجيو بحال هكا تقدر تلبسوهم في صبع واحد فارقين فهمتوا فوالا. المهم شفتوا الزواقه ديالهم خديت منهم جوج فوالو. بالنسبه لاش ام زدت خديت فيها هاد الجوج هادو هما نفس الشيء كيجيو بحال هكا شوف هادي في الدوغي وهادي في النقري عجبوني سامبل وصافي بحال هكا مع الزيف حتى هما 3 اورو كانوا كيديروا 8 اورو انا نوريكم النقري كيفاش دايره الهلال هادو غلبتهم في رمضان. اخر حاجه البنات كاينين هادو
اللي قلت لكم خديتهم. المهم هادو راه كاينين سامبل كنت خدت فيهم سامبل، انا خديت هادو اللي فيهم هنا الضوغي وهنايا حطيتهم وسط هاد اللعيبه هادي يبانوا لكم. تقدروا ديروا فيهم كما قلت لكم هادشي ديال التقيوطات اللوز كركاع اكسيتيرا، تقدروا ديروا فيهم شو سميتو حنايا الشلوح ملي كنحطوا الكوتي ولا المهم الشعراضه فيها اتاي ضروري كنحط السلحور ارغان داكشي يعني بحال هادشي. تقدروا عاوتاني تستعملوهم في لي سالاد مثلا الا درتو شي سلاده عرفتوا هاد اللعيبات كديروا ديك السيبوره ديال الحديد لتحت وهنايا الفوق ديروا شي حاجه ولا الديسير يجيو في التيراميسو شحال من حاجه. المهم خديت منهم 10 د البياسات كاينين هنايا صراحه فنين عجبوني. عرفتي هادو اللي فيهم الدوغي كنت كنقلب عليهم اخيرا لقيتهم ديما كنلقاهم سالاو. المهم هادو كانوا كيديروا 80 سنت المهم غتكونوا شفتوا الثمن في لا فيديو. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه للمشتريات. هاد البلاطو ديجا راه حتى هو بارطاجيت معكم زعما في المغازا، انا كنت خديتو شحال هادي هذا، انا خديته على قبل دوك السيبورات الحديد اللي عندي في الطوغي بحال صوب شي سلاطو ولا شي حاجه يجيبوها الفوق ولا شي ديسير يجي الفوق وداكشي اللي خرج لتحت المهم تكونوا فهمتوني. المهم فوالا هادشي اللي كاين البنات، نتمنى ان شاء الله الفيديو تعجبكم وتشجعوني الا بغيتو بحال هاد الانواع على فيديو مره مره الا خرج بحال هكا خريجه نصور لكم شي بلايص ولا لقيت شي هميته نقولها لكم. لايك تعليقات ديالكم زوينه تهلاو ليا فراسكم اكني عاون ربي.